السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله متابعينا الكرام. هذه صورة جميلة من هذه تغطية جميلة بإذن الله من شارع الهجرة. ابقوا معنا في هذه التغطية ونتمنى أن تحوز على رضاكم واستحسانكم. داخلين الآن من شارع إبراهيم الخليل على شارع الهجرة. أمامنا الآن شارع الهجرة، وفي الجهة المقابلة في هذه الجهة يكون شارع إبراهيم الخليل. داخلين معكم الآن على شارع الهجرة، ما شاء الله نشاهد صورة جميلة لضيوف الرحمن أمام المحلات و ما شاء الله شارع إبراهيم الخليل يعود لكثافته العددية المعتادة. محلات تجارية، فندق مآثر إليت، فندق مآثر الضيافة، تمور العاصمة، فندق منار الهدى، هذه أحد المداخل لأحد الفنادق الموجودة في الصفوف الداخلية لشارع الهجرة. فندق أيمن الهجرة، فندق ملاك التقوى، نشوف الناس يتسوقون و
فندق غلا التاج. فندق منار الخير. فندق رحاب الأخير. ونشوف هذا مدخل لأحد الفنادق. فندق الهجرة الماسي ومطعم آسيا. ندخل نشوف. ما شاء الله. نشوف نهاية هذا الشارع فين. ما شاء الله نشوف ضيوف الرحمن في أحد الفنادق، فندق الهجرة الماسي، مطعم باكستاني. تقريبا ينتهي هنا الشارع. طبعا نعود الآن لشارع الهجرة، فندق الريادة الهجرة. هذه أحد الجوامع والمساجد. فندق زوار الحرمين. ما شاء الله. فندق إعمار الذهبي. فندق رواحل الهدى واحد. فندق مآثر الجوار بنغلاديش. فندق الجعفرية. ايوه فندق سيف المجد. فندق كادي الهجرة. ما شاء الله اول مرة اشوف المنظر هذا والفنادق هذه. ما شاء الله تبارك الله. بجانب احد الأنفاق المؤدية للحرم المكي الشريف. فندق أصيل. طبعا دخلنا من هذا المكان شارع الهجرة، وهنا شارع تكملة شارع الهجرة باتجاه الدائري الثاني. فندق مهاجر السعادة. تقريبا اللي ساكنين في فندق سيف المجد من الجمهورية الجزائرية. فندق سيف المجد.
ما شاء الله تبارك الله. مكتب شؤون حجاج الجزائر. نواصل إلى الفنادق العلوية، نكتشفها مع بعض. صراحة فنادق جميلة، أول مرة أشوفها. فندق دائري المجد وفندق ميعاد المجد، ما شاء الله. وفي الجهة المقابلة فندق جوهرة المجد. ما شاء الله تبارك الله. وصلنا إلى الدائري الثاني باتجاه هذه منطقة المسفلة. أمامنا الآن منطقة المسفلة، هذا الدائري الثاني الرابط بين طريق عمر بن الخطاب إلى شارع أجياد باتجاه كدي، وهنا باتجاه الخالدية والرصيفة محطة قطار الحرمين. جميع هذه الفنادق مخصصة لحجاج الجمهورية الجزائرية. ما شاء الله، الله يتقبل من الجميع. أتمنى هذه التغطية نالت على إعجابكم واستحسانكم. نعدكم بالمزيد والأفضل في حلقات قادمة بإذن الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.